حبيبة قلبي الشركة السورية للاتصالات، تحية طيبة. وبعد وأما بعد، أنا المواطن العزيز اللي تعززني رفعت الأسعار. يعني خيصر يلي انا ما عم يضرني كمواطن، بس عم يضايقكم انتو. هذا انا كيف بدي اتصرف معه؟ طب شو رايكم تصيروا انتو مواطن وانا اصير شركه وهيك، واهرب من قيصر مثل ما عم بهرب منا؟ يا لعينين. يعني هلا النت ما عاد يعلق هيك فجاه رح يتحسن؟ طب في سؤال، اذا ما تحسن شو ممكن نعمل؟ تكونوا انتو كذابين، يعني كنتوا عم تعدلوا ما عم ترفعوا، عشان نحن ننتبه. ها، تعديل غير الرفع يا جماعة، نحن رفعنا رجلينا، انتوا بس عم تعدلوا الوضعية لا اكثر ولا اقل.